أحباتي تعالوا أفرجيكم إشي حلو. ماشي يلا هينا. شوفوا أنا جوعانة بدي أروح أنزل تحت عند المطبخ. روحي تعالوا هيك. أدي أنتي هون، جوزي هون، وأنا بحط هون. جوعان إيش؟ عشان انت عندك باربي وانا ثلاث باربيات، عشان نصير كل واحدة عندها تنتين. انا بعطيكي هاي هدية لك. شكرا. عفوا. صاحبيتي صاحبيتي. نعم تعالي نطلع على التلفزيون ونلعب على المرجيحة شوي. يلا انا بدي اقعد على هاي. اعملي جوان هاتي تعطيني هذا، خليني اغطي باربيتي فيه. لا طبعا. طيب انا هلا اعطيتك باربيه. لما كان عمرنا سنه ونص اهديتيني لعبه ورجعتي اخذتيها مني. طيب انت كيف تتذكري كان عمرنا قد فارس تقريبا؟ بلى، لان كان في صوره كانت معك اللعبه، بعدين صارت مع اللعبة، بعدين ردت رجعت لك أخذتيها مني. يعني واحدة بواحدة؟ بنقسم البيت، انا الي غرفة النوم، والي الصالون، والي المصادر، وانا الي المطبخ والي التواليت. وانتي ممنوع تفوتي على الحمام. والسقف يعني حيكون الي؟ لا حنقسمه بالنص. كيف حنقسمه بالنص؟ يعني هاي ما حتروح نقسمها يعني بالنص هيك من هون. هاي ما بدنا نخليها موجودة. انت الك، انا الي هاي، انت الك هاي. ماشي هاي لو طلعت عادي ما حدا بيجي عليها. يلا يلا يعني هيك احسن يا جوان، كل وحده تلعب لحالها. لولو احنا خوات صح؟ صح. ونضلنا خوات صح؟ صح. وماما وبابا علمونا اللي بيهدي هدية ما بصير ياخدها، انه هيك ما بصير. صح. اه والله معك حق. اذا شو رأيك يا جوجو هلا نتشارك بالالعاب، وبس نخلص لعب كل واحدة تاخد باربياتها وما نزعل من بعض. ماشي يلا خلينا.